المعنى اللغوي لكلمة خيانة من الكلمات اللي بتتطلب اتباعها بكلمات أخرى لكي يتضح المعنى بدقة. على سبيل المثال، خان أصدقائه أي لم يحافظ على العهد، خان وطنه تخلى عن واجب المواطنة، خانته رجلاه أي لم يقدر على المشي، خان زوجته نهاره أبيض ويومه مش هيعدي ويومه بس دي عيشته كلها. والسؤال، هل طبيعة المرأة تحكم عليها وجوب الانهيار التام والرغبة في أكل الزوج بعد تقطيعه أول ما تكتشف خيانته؟ الإجابة مش كل الستات، الألمانيات والإيطاليات والأسبانيات ما بيتسامحوا فيها وبيعتبروا إن دي مسألة شخصية للزوج. قول لا بجد سو كيوت، لكن في ناس تانية مش كيوت خالص زي حالتنا كده، الأمريكية والروسية والصينية والفلسطينية وطبعا المصرية ما بيتسامحوش أبدا فيها، ولو كملت حياتها معاه بيكون فعلا اضطرار. المهم ان الزوج بياخد لقب خاين سواء مشي مع واحدة او كلم واحدة او بعت لها حتى SMS او اتجوز واحدة. هل في اللقب ده وصف دقيق وامانة في التوصيف؟ خاصة ان ثقافتنا هي التعميم في كل شيء، يعني مع اول خناقة يتقال ده مسود عيشتي وهي مطلعة عيني، يعني يا راجل مطلعة عينك في كله مش فاكر لها حاجة خالص اتسببت ان عينك تفضل في مكانها؟ لو ادينا لكل حاجة اسمها الحقيقي ودققنا قوي في توصيفها، يا ترى حياتنا هتفرق؟ دكتور احمد زي حضرتك يا اهلا بيك، بتشوف انت وش غريب كده لا بس بجد فعلا اي حاجه بقينا فعلا نقولها خيانه، حضرتك اللي لفت نظري للموضوع ده، وهي مثلا ممكن ما تبقاش اكيد بالمعنى العميق ده. ما هي بصي هقول لك حاجه مهمه، لو لما يبقى حد بيدقق وبيدقق في الحاجات وبيتعامل بدقه احنا بنسميها يا عم ده بيتفلسف. خدي بالك. طيب خدي المفاجاه الحلوه دي، ان الدقه والدقه الشديده بمنتهى التفصيل هي امر ديني، اللي مش بيعمله بيخالف امر ديني. فانت هقول لك حاجه دايما بتامل فيها الناس وبستغرب قوي، تعرفي الناس اللي بتعبد ربنا من اللي بيعبد الموروث من حاجه واحده، اللي بيعبد الموروث تلاقيه مضخم اللي الموروث مضخمه وبيتشنج عليه، اللي بيعبد ربنا تلاقيه موازن ما بين الامور، خدت بالك، وحتى لو لقى حد بيقول كلام مخطئ بتلاقيه بهدوء بيرد عليه. اللي بيعبد الموروث، انت بتقول يا راجل انت ايه الكلام الفاضي ده، تعرفي اوتوماتيك ان هو عابد للاباء والاجداد، او ممكن مستكتر انه يسمع عليهم كلمه غلط. الاباء والاجداد انا بسميها باساميها عشان يتخض ويفوق كده، عابد للاباء والاجداد. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. ما تبقاش غيره على علمهم مثلا، موضوع انتبهي، مش احنا قلنا الدين هو السيستم اللي بيريحك؟ انت بترتاح لما تقوم تهب كده، يبقى في مشكله عندك. الدين بيقول لك اهدى، نفذ اوامر ربنا وخدها بروقان، ولا تكن فظا غليظ القلب، وبالحكمه والموعظه الحسنه لو بتطبق الدين. تمام. وبالتالي قمت وتنفعلت، يبقى انت حميت الجاهليه هي اللي خدتك مش دين. فما تركبش اثنين على بعض، وانت وقعت مع حتى علم نفس، دي شغلتنا. مشكله. لذلك ممكن حد يقول لك هو ايه يا عم بتاع علم النفس عمال يتكلم في الدين ده؟ انا كل اللي قلته من اول الحلقات لغايه النهارده سايكولوجي، بس الدين اتكلم فيه 95% من الدين علم نفس. المشكله بقى اللي دخل الدين من غير ما يدرك الامور النفسيه دي بيلخبط الدنيا. معايا؟ يعني انا بقول لك المعلومه النفسيه وبقول لك الاستشهادات الدينيه في كل الكتب السماويه. معايا؟ وبالتالي الدقه والقسط من التفكير يعني بنسميه التفكير التفصيلي الدقيق. معايا؟ امال امتى تبقى نمكيه ومحبكها فعلا ودي افواره وكده؟ هقول لك بعدين، هقول لك بعد شويه، بس الاول اشرح، خلينا ناخد جوله كده في الكتب السماويه. بالظبط. هي الدقه احيانا بيتقال عليها عدل، احيانا بتسمى قسط، اللي هي الدقه. تمام؟ الدقه هي القسط؟ شويه. الزبور، لان الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه. يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق. التوراة، وطبعا الحق شامل كله. تمام؟ التوراة لأعلمك قسط كلام الحق. لترد جواب الحق للذين أرسلوك. آية تانية، لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. العدل العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك إياها الرب إلهك. الإنجيل، أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة. في القرآن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قسط فكده القسط وعدل. غير العدل. القسط طبعا القسط أمر قرآني. معلش ممكن أقولك إن ممكن يبقى 90% مش فاهمين معنى إيه، ولو قلت 95 هيطلع صح برضو. طبعا ما عادش هيبحث ولكن بالمشاهد كده 99 بقى عشان خاطر ايا كان بقى. اوامر رهيبه جدا ربنا امرنا بيها، ماسك لي في حاجات بسيطه شكليات. اصلا بقى امر بالحجاب ماشي، يمكن ربنا امر بيه وامر بالقسط برضه. يعني ايه قسط؟ اما الموروث ما ضخمهاش، الموروث ضخم الحجاب قوي بس ما ضخمش القسط. معايا؟ وشوف انت بقى بتعبد مين. معناه ان هنقلل ده ولا هنقلل ده؟ مش بقلل، انا بتكلم ان انت يعني خلي بالك نوزن الامور. خليني اقول لك حته كمان مهمه عشان بقى مش في دقه، خدي عندك الحته دي. انا النهارده بقول لك مثلا نفترض ان زوجتي موجوده وابني موجود، وركزي معايا في الدقه والقسط. انا بقول لابني عشان تعرفي ايه المهم عند ربنا من ايه درجته اقل بس مهم برضو، بس في درجات صح كده؟ تمام. بقول لابني اعمل كذا، دي درجه، في درجه اصعب منها، لو عملت كذا هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، دي اصعب. خلاص كده؟ طيب ولو قلت لك قولي له يعمل كذا، الاولانيه اصعب ولا دي اصعب؟ لا يعني ايه اصعب من ناحيه ايه؟ يعني انا بقول لابني مثلا اصحى بدري، ايهما امر بالنسبه لي مهم؟ ولو جيت قلت لك قولي له يصحى بدري، ايه الاهم بالنسبه لي؟ اكيد ان حضرتك قولي له، اللي انا بقول له بدقه في وشه ده اهم من لو قلت لك قولي له. حد يقول له حلو كده؟ اه طيب. فلما ربنا يقول بقى قل امر ربي بالقسط، معايا؟ لما ربنا يقول ولا تهنوا، معايا؟ لما ربنا يقول اعدلوا، ولما يقول النبي قل لازواجك يلبسوا الحجاب، يبقى في درجات هنا بقى. فهمت اقصد ايه؟ في درجات. يا ايها النبي قل. خلاص؟ يبقى في درجات ربنا مباشر مني ليه، دي اخطر بكتير من اللي قال النبي يقولها لي. احنا بقى قلبنا الايه في الموروث فبنضخم الحاجات. هو طبعا امر ديني بالظبط، ولكن انا بتكلم في الاولويات. اولوياتك ايه؟ انت بتطبق وفاكر بتعمل الدين، خدت الامر التاني وفي حاجات خطر بقى اللي بتخرب الدنيا والمجتمع وحياتك ما عملتهاش، ولا يفرق معاك الحجاب. شكرا. لو خدت بالترتيب المنطقي تبقى حياتك متوازنه. حلو كده؟ فخليك دقيق ومقسط. بصي في ايه تانيه، واوفوا الكيل والميزان بالقسط. طبعا في ناس بيفسروا الكيل والميزان اللي هو التجاره، لا، الكيل والميزان في الحكومه على الناس وفي التعامل مع البشر، ولا تكيل بمكيالين وانت بتتعامل مع البشر. يعني ما تجيش مثلا زوجك يكون بيتعامل معاك كويس جدا جدا ويجي في مره يزعل معاك ولا يتخانق، انت مطين عيشتي. ده لم تطبق الايه واوفوا الكيل والميزان بالقسط. انت كده في الشارع اسمها مطففين. ويل للمطففين. شفتي بقى؟ المطففين هم لو بني ادم ممكن يبقى عامل حلقه كامله فيها كلام زبد وحلو جدا، وفي مره غلط غلطه في الحلقه تقوم رامي الحلقه وماسك الغلطه، الحقوا ده بيفسد في العقيده، انت كده مطفف. سميها بقى سميها، لانك ما خدتش الميزان صح. طب ساعات في بعض الاحيان مثلا انا بديها بس كمثال، ان حد مثلا يقول فتوى صعبه جدا، سيبنا كل كلام وسيبنا كل حاجه وبتفتكر انها فتوى فعلا غريبه. ايه المشكله؟ مش هو بيفتي؟ انا اطلع اناقشه اقول يا جماعه هي الصح كذا وكذا، ليه ابدا اتعمد في الاهانه من شخصه؟ انا بتكلم بمنتهى الدقه وبمنتهى الموضوعيه والرقي. انا سمعت فتوى من غير ما اقول مين اللي قالها بان كذا كذا كذا، يا جماعه رايي انا ما اعرفش هو رايه ايه، اذا عرفت اتناقش معاه اتناقش معاه، ما عرفتش اقول رايي ان كذا 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 هو الصحيح، شكرا. لكن صحيح بقى في النقطه دي، عشان الحلقه اللي فاتت لما قلنا الستر كويس، احنا ما محدش من اللي قاعدين ولا من الشعب العادي راح سمع الشيخ الفلاني هو بيقولها نصا. شفتي بقى؟ محدش سمعها نصا. ما تكلمش لكن عنها. تداولتها الجرايد والصحف والاعلام وكل حاجه. انت كده طلعتها وهو ما انكرش. خليها انتبهي بس، ركزي معايا، خليكي ركزي معايا بس، حته مهمه قوي. اساسا ممكن تكون كلمه هو قالها مع اتنين مثلا، تداولك ليها انت اللي نشرتها في المجتمع وشوهت الصوره اكتر، انت الغلطان. فهمت اقصد ايه؟ ثانيا انت عارفه ان الشرع امرنا او علمنا، مش امرنا عشان ابقى دقيق برضو، علمنا ان لو حد بيتكلم عليك سلبي ما تردش عليه. ازاي بقى دي؟ ولا تدافع عن نفسك. طب حق، وربنا قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، سيبهم. بس ما قالش ما تدافعوش عن نفسكم؟ لا، علمها لنا في حادثة الافك، ايه اللي حصل في الافك. هو احلى حاجه في الدين ان ربنا بيجيب لك الامثله. بيضرب الامثال من الاخر. ايه اكتر كلام سلبي هيتقال على حد؟ كلام في ايه؟ في العرض.
صح كده؟ فالدين في حادثة الإفك جاب لك كلام عن العرض وقال لك النبي عمل إيه وسيدة عائشة عملت إيه والصحابة عملوا إيه في العرض. النبي طلع دافع؟ لا طبعا. إيه رأيك بقى إن في علم النفس بيقال إنك لما أنت تلاقي حد بيقول لك كلمة سلبية وتطلع ترد أنت بتساهم في نشر وزيادة عدد المتكلمين، لكن لو طنشت بيحصل لا يعني بطريقة أنت مش متحكم فيها إن الحق بيظهر غصب عن عين اللي بيتكلم لوحده. وأقول لك حتة نفسية كمان، اللي بيصدق يعني أنا مثلا أديكي مثال حصل لي. في ناس بياخدوا حبايبنا بقى اللي فاكرين نفسهم يعملوا الدين صح كويس جدا، ياخدوا بعض الحلقات كده ويطلع يلحقوا ده بيعمل كذا، ده بيخرف العقيده، ده ما اعرفش مين، بيطلع يعمل كده. انا نفسي لمستها لما عشتها في الكورسات. ساعات بنقول الكلام عميق شويه ما ينفعش حد ما بيفكرش يحضره. بيعمل قلق. فاللي حصل او ليفلز مش مبتدئين ما بيفكرش. هي كده سميها بقى سميها. ماشي. بيتابع بس من غير ما يشغل عقله. حد ما بيفكرش؟ كتير. ما بيفكرش خالص؟ لا ما هو انتبه ما بيفكرش في معلومه بياخدها كده خلاص. ممكن يفكر ايدي ازاي؟ لكن ما بيفكرش ازاي يتحقق. ايوه معايا؟ فاللي انا اقصده ايه؟ لما بعض الناس بداوا يطلعوا وده كلام ما اعرفش كلام فاضي، عملوا لي فايده رهيبه جدا. اول حاجه اتعمل لي دعايه حلوه قوي. ببلاش صح؟ اللي بيتبين جه يتبين فاستفاد. تاني حاجه اللي بيصدق الاشاعات ما جاش فريحني. يا نهار ابيض، الموضوع دماغ عاليه قوي. ففي الكورس بقيت بتكلم الناس قاعدين فاهمين بيشغلوا عقلهم، اللي مختلف مع حاجه بيتناقش معايا فيها، اللي بيهاجم ده ما عادش بيجي اصلا لانه صدق اشاعه. براحتك. طب هناخد فاصل معلش. هناخد فاصل. طب خليكي دقيقه نطلع فاصل. هنطلع فاصل. نطلع فاصل. حلقه النهارده الدقه، الدقه في حياتنا. طب يعني يا دكتور ما ساعات في مواقف كتيره بتقابلنا فعلا في الحياه الواحد فعلا ممكن ما بيعرفش يتحرى فيها الدقه، هل ده وارد؟ حلو طبعا، ده شيء طبيعي. انتبهي، كل الاوامر، مش احنا قلنا في الحلقه بتاعت الدين ان الدين ربنا وضعه لنا عشان يطهرنا ويتم علينا النعمه؟ فاي امر ديني وراه فايده تعمل نعمه. انا بقى وانا بطبق، عشان كده بقول احنا قدامنا شغل كتير. انسى الناس وركز في نفسك. في ناس بتعمل حاجه غريبه جدا، يحضر محاضره دينيه ولا درس ديني، يسمع ان حاجه غلط ابويا بيعملها، ابويا انت غلطان. يا عم طبق في نفسك الاول، طبق الاول. شوفي ربنا قال عليكم انفسكم وقال ليس عليك هداهم. الناس عكست. انسى ده، وهم المهم خلي الناس تعمل معايا. وبالتالي يقوم الدنيا ملخبطه والدنيا عامله فيها مشاكل. انتبهي كده، هقول لك فايده الدقه ايه بقى. ممكن ناس يطلعوا رحله يقعدوا مثلا 5 6 ساعات بيستمتعوا ويتفسحوا اولاده مثلا. وبعدين قعدوا 6 ساعات بيتفسحوا خلاص، وبعدين في اخر ربع ساعة من ال6 ساعات حصلت مشكلة واتخانقوا وراحوا مزعقين مثلا. واردة بتحصل كتير صح. شوفي بقى عدم الدقة بيعمل ايه. عشان نعرف خطورة الامر الديني او اهمية وروعة الامر الديني. ايه خطورة الدين؟ مهم. احنا عندنا بجد اسماء غريبة، لازم واحد يكون دقيق. أيوة شوية الفترة. أيوة صح. المهم يوم قايل اليوم باظ، ده تعميم. يقوم يعمل له ألم نفسي رهيب والعقل يقوم ماسح متعة ال6 ساعات. تخيلي بقى، ويفضلوا قاعدين الفترة بقية اليوم في نكد باسم ان اليوم باظ. لو هو دقيق وهيسميها بأساميها هيقول أنا استمتعت 6 ساعات إلا ربع واتخانقت ربع ساعة. لو عمل كده بس هيغيظها أكتر لو قال كده. أنت لا مش بتكلم. والله يعني أنت نكدتي عليا آخر ربع ساعة يعني. انتبهي شوفي برضو. هيغيظها ده اسم سلبي. لو اتعودنا نبقى في دقة وقمنا قايلين أنا الحمد لله والشكر لله استمتعت 6 ساعات وربع ساعة في الآخر حصلت مشكلة بيني وبين زوجي. بس كده سميتها بدقة، هتلاقي عقلك توازن في التعامل معاك. بالظبط، مش لازم يقول كده يعني، هو في عقله الباطن بيقصها صح. فاللي أنا أقصده إحنا مشكلتنا، أنا هديكي مثال مثلا. واحد النهاردة بيحاول يسعى للشغل، النهاردة ما بيشتغلش خلاص كده؟ وناوي يشتغل شغلانه تكون مثلا قولي 5000 جنيه ولا حاجه خلاص. اول ما يبدا يشتغل هياخد له مبلغ بسيط 400 500 1000 على حسب بقى طبيعه شغله ايه. تمام حلو كده. يقول 1000 ايه ده، الدنيا بايظه، هعيش ازاي، هعمل ازاي. ويبدا يقول اسماء سلبيه تلخبط الدنيا لانك معمم. لكن لو دقيق
وقمت قايل انا كنت ما بشتغلش، دلوقتي اشتغلت يا ربي لك الحمد والشكر، وده اول سلمايه ولسه اللي جاي اعلى، مش هتكمل في الشغلانه دي الا فتره بسيطه وهيجي لك اعلى وهيجي لك اعلى. لا لا دقيق. النهارده مثلا يعني حتى الامام احمد بن حنبل له مقوله هربت مني نصها بس هقول معناها. كان دايما خدي قاعدك، اي حد بيبدا يتفقه ويطلع معلومات جديده غير السابقين، الناس اللي هم بيعبدوا الاباء والاجداد بيهاجموه. اللي بيتجنن ويتهموه بانه بيسفه كلامهم، طبعا اسماء سلبيه عشان يبقى ايه؟ ايوه يديله مبرر ان هو يبدا يتكلم كلام سلبي. فاحمد بن حنبل حصل له كده في الاول، وكل اللي بيعمل تجديد بيحصل له كده. اللي حصل ايه بقى؟ بدا فقام قايل مثل الذين بيدخلوا عليه ياخدوا كلام السلبي ويطلعوا يشهروا بيه كمثل شخص اتاني. انا هعيد صياغتها بس انا مش فاكر النص. فقلت له عندي حظيره من الغنم. فقلت له ادخل اختار من اي الغنم شئت. فدخل واخذ باذن الكلب. يعني انا النهارده بقول كلام بقالي مثلا حلقات او بتكلم في محاضره ساعتين ثلاثه. في كلام رائع اتقال وفي كلام سلبي اتقال. كلام ما دخلش دماغك اتقال وكلام رائع حلو اتقال. بالظبط. لو انت بتتبع امر ربنا بالدقه والقسط هتاخد الحلو. بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ مش هياخدوا كله. مش يهاجموا السلبي. لو بتعبد ربنا بقى هتاخد الايجابي وتسيب السلبي وتتكلم على الايجابي وكده هتبقى حياتك جنه. اللي بيعمل العكس بقى يقوم واخد الكلمه السلبيه ويطلع بقى ده بيدس السم في العسل، ويبدا يدينا بقى يعني انتبهوا من اللي بيدوا مسميات بشعه عشان يخوفوا. انه يسفه كلام الاباء والاجداد. نفس كلام الكفار زمان خلي بالك. يسفه الهتنا معاه. انه يحطم العقيده، انه يدعو للشرك، والكلام بتاع الجاهليه ده. تعرف على طول ان هو بيعمم مش دقيق، فاحذر منه. طيب سؤال بقى، لو في يعني لو في الواقع ان في حد فعلا بيدس السم في العسل، عمرك ما هتعرفيها. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان لو حد بيدس السم في العسل دي نيه. انا النهارده ممكن اقول كلمه واقوم غلطان غلطه. وتطلع الغلطه دي فعلا صعبه. وحد تاني يقصد يغلط الغلطه وانت ما تعرفيش. والاثنين عملوا نفس الموضوع نفس الكلام. بس ده بغلطه وده بنيه انه عاوز يعمل مصيبه، هتعرفيها ازاي؟ هقول لحضرتك انا مش بتكلم على دي. لا انتبهي انتبهي. هتعرفيها مش هتعرفيها. طب دي قال لك ايه بقى؟ قال لك الذين يستمعون القول فيتبعون ايه؟ احسنه. شغلي عقلك، خدي احسنه، يبقى لو حاطط سم مش هيضرك. بس ما تحكميش عليه. دايما الدين يركز على الشخص مش على الحكم على الناس. ايوه. الحكم على الناس بتاع ربنا. فالدين علمك اسمعي كلام الناس، لقطي ان كلام سم مالكيش دعوه بيه، خدي الايجابي. طيب انتبهي بقى، اللي بيتعود على منهج التلقين والاتباع بيعتبر الناس ما يفكروش وقطيع. يبدا بقى يعتبر نفسه هو القاصي عليهم. انتبهوا ده بيعمل سم. ليه؟ هما مش بيفكروا؟ علمهم التفكير. علمه يشغل عقله، خليه يعمل الدين، يشغل عقله في الكلام. ايوه. طب في نقطه تانية، يعني ساعات يعني اللغه العربيه اكيد فيها يعني عمق رهيب جدا في التعبير بالذات، وفيها يعني مثلا الكنايات، صياغ المبالغه، كل الحاجات دي، هل دي فيها نوع من عدم الدقه؟ يعني مثلا اللي لفت نظري وحضرتك بتقول ان ديننا ايه، كنت بتقول حاجه وقلت احنا بنقول كلام غريب قوي ما ينفعش نقوله. قلت احنا قلت ادينا نقول معلومه خطيره. معلومه خطيره. طب ما دي معناها ضمنيا انها حاجه، لا حاجه قويه وحاجه جسيمه، يعني لا. كنايه الناس فهمت كده. ماشي. ده الموروث اللي تورثناه. يعني كلمه خطيره في اللغه العربيه معناها لو اي جمله عربيه فيها خطيره معناها حاجه وحشه. حاجه فيها خطر. ما نقصد بقى ان الموروث تورثنا. يعني احنا مثلا بقينا يعني واو دي حاجه تجنن، معناها ان حاجه تفرح مش معناها ان حاجه تجنن. ايوه. انا النهارده انا ده اللي بتكلم عليه بقى. لما انا احود نفسي ابقى دقيق حتى ابقى عارف ان الكلمه سلبيه، عقلي هيلقط ان دي كلمه سلبيه ومعناها الايجابي، بحيث ابقى دقيق. فاهم اقصد ايه؟ مش بقول لك ما تقولهاش، بس ابقى دقيق. بس انا بتعمد، خلي بالك انا صايع شويه. ايه؟ ممكن ارمي الكلمه السلبيه وانا بتكلم واقوم واقف ومديك الفرق عشان تتعود تفكر وانت بتتكلم تلقط لوحدك. شوف بقول ايه؟ كلام خطير. ليه قلت خطير؟ كذا. عشان تتعلم تعملها لوحدك. تعرف تقيم نفسك بنفسك. تبقى ساعات بتغلط بقى وبتقولها برضه. بتغلط طبعا. ويبقى ذهنك بيلقط الموضوع. شوفي مثلا لما كنا بنتكلم في الـ في الـ لما قمت قايل لك مفيش امر ديني باننا نصلي مباشره. أيوة. حلو كده؟ دي خليكي دقيقه. وقمت قايل لك عشان الدقه في امر صلي عليهم.
إن صلاتك سكن لهم. وخلي بالك في أمر تاني، فصلي ربك وانحر، بس ده مش الصلاة المفروضة، صلاة العيد معايا؟ أيوة. الصلاة المفروضة مفيش أمر صلي كده، أقيم الصلاة. أقيموا الصلاة أو فليقيموا الصلاة معايا؟ أقاموا وأنها في الصلاة، الإتقان، إن هي بتتكلم على الإتقان الإتقان بتاعها والأداء بالظبط. بتاعها العملي. يبقى لازم أكون دقيق عشان أعرف الكلمة إيه. هقول لك حتة مهمة كمان، يمكن عملت حركة، أنا بحب دايماً المناغشات والمشاكسات يعني. فكنت بتكلم مع الشباب على الفيسبوك، فقمت قايل لهم كده: كل الكتب السماوية تعرضت للتحريف بما فيها القرآن. حلو كده؟ وقوم سايبهم يوم كده، والدنيا اتقلبت وما اعرفش مين ولولولولو. وبعدين اتفرجي بقى على حبايبنا اللي كانوا بيشكروا امبارح بالمناسبة. أي حد بيمدح فيك قوي 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 انتبه، لأنه يوم ما يحصل كده هيتقلب شيطان. خلي بالك يعني. بس برضه مش قاعدة. قوي قوي بتكلم قوي قوي، بيبالغ في بيبالغ في المدح قوي، يوم ما يتصدم هيبالغ في العداوة. طب لأن المبالغة غلط أصلاً. اتفرجي بقى، دخلت قعدت ساعة كاملة بتفرج على طب ايه على البوست اللي يودي في داهية؟ ما انا هقول لك اهو بقى، يودي في داهية مين؟ مين ده؟ ما ودكش في ده. انتبهي كده. والناس بقى ده فاسق، ده ما اعرفش مين، احمد عمارة يقول ان القرآن محرف. شوفي التعميم بقى والغلط والاستنباط السلبي، تمام؟ لا مش استنباط سلبي، دي لوجيك اتفهمت كده. لا معلش، ما انا عايز اعلم الناس الدقة، وعايز اعلمهم معلومة نفسية اقول لك عليها بعد شوية. المهم وشتايم شتايم بقى، واصحاب بقى بيشتموا الناس وانا ما عدتش هسمعك تاني، وانا ما اعرفش مين، وسبتهم 24 ساعه. خلاص، هم متعودين على فكره، انا معوده مع كده، ارمي المصيبه واسيبهم يومين ثلاثه وانا انا تاني. بقى عشان تتعود تفكر وتهدى وتعلم الصبر. وده صبر، قول لي بس مش صبر. المهم جيت في اليوم الثاني بقى، قمت قايل لهم انتبهوا، انا مسلم زيك. صح كده، وانت كنت من يومين والسنتين اللي فاتوا شايفني بالنسبه لك اله، وبتمدح وبتقول كلام ايجابي وهو الى اخره. ويوم ما قلت لك كلمه انت فهمت منها ان كتابك محرف، عملت فيها ايه؟ فلما تيجي تتكلم مع اي حد من دين تاني، لو قلت له كتابك محرف عمره ما يسمع عنك ولا كلمه. فاديك حرام عليك، انتبهي بس، والله حرام انتبهي عليك، بس انتبهي. انت كده بتعمل قفل، ده افساد في الارض. مفيش ولا امر ديني قال لك تعمل كده، انت بتفسد وبتعمل عداوه وشحناء بين الناس. انتبهي كمان. ماشي. قلت لهم ادي معلومه ثانيه، المعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه بقى، انا كلامي دقيق. قلت كل الكتب السماويه تعرضت للتحريف لكن ما حرفتش. فدورك، لا فدورك تشوف النسخه اللي معاك على الموبايل ولا على الانترنت هي صح ولا غلط، ما في بلاوي محطوطه. ها، يبقى تعرضت ما تعرضتش، يا متعلمين بتوع المدارس تعرضت في، لما ناس بداوا يدققوا طلعوا مصاحف في الكعبه متزوره وتطبع وتتحط في وسط الناس. اذا هي تعرضت، فشغل عقلك بقى، خليك دقيق. ما تلاقيش كلمه تقول عليها مصحف تقوم واخده، ما تلاقيش برنامج على الكمبيوتر فيه كلمه قران تقوم واخده منزله ويبقى هو ده المصحف بتاعك. لا، في حاجات متشاله وفي ايات متشاله، خلي حد علماء متخصصين يدرسوا ويطلعوا، وخليك دقيق. يبقى انا ما قلتش القران محرف زي ما انت استنبطت. خليك اتعلم، الدين علمك التبين، التبين بقى هو التدقيق، انك تعرف المعلومه الصح ايه. وقبل ما تهاجم اسال الشخص، تبين، عشان تبقى مجتمع بيطبق القسط في حياته، مش كده؟ طبق الدين بقى، او ده اللي بيخرب المجتمع. ازاي ندرب نفسنا طيب؟ ازاي؟ ازاي ادرب نفسي على الدقة؟ أول حاجة لازم أكون لما بسمع كلام أركز في دقة الألفاظ. لقيت نفسي هستنبط حاجة سلبية تضايقني، أعرف إن مليون في المية، خليه دقيق، 70 80% منها ممكن تبقى غلطان. تبين عشان تتاكد هل الشخص ده يقصد ولا لا. وخليك دقيق، قول له حضرتك قلت كذا كذا كذا، هل دي تقصد بيها دي بدقه؟ هتلاقيه راح رد عليك. طب انت ما عرفتش تعمل كده، ما تتكلمش وما تنشرش، لان في الغالب اللي انت بتقوله ده ظن سلبي. يعني انتبه كده، هقول لك حته سريعه معلش. الذين اوتوا الكتاب في القران غير اهل الكتاب، غير اليهود، غير الذين هادوا، غير النصارى، غير الذين قالوا إن نصارى. القرآن دقيق، وكل مع واحدة من دي وراها معلومات رهيبة. للي بيدقق هيعرف الصح إيه. تمام يا دكتور، يا رب يعيننا على التدقيق وعلى الستر وعلى حاجات كتير. يا رب سميها بقى، سميها تعرف تستمتع فيها، وإنت لا. السبب اختار، وابدأ دقة بدقة، هتلاقي حياتك بقت دقيق في دقيق. ان شاء الله باذن الله نشوفكم باذن الله بكره على خير، وتبقوا اي استفسارات مع دكتور احمد ان شاء الله على البيج بتاعته دكتور احمد عماره، سهله قوي تلاقوها ان شاء الله. نشوفكم بكره على خير باذن الله.